الشرك بغض النظر عمن أشركت به، أشركت مع نبي، مع الله نبيا من الأنبياء، مع رسول، مع ولي، مع صالح، مع فاسق، مع فاجر، فأنت وقعت في الشرك. ولذلك قال أهل العلم قاعدة عظيمة: علة الشرك التشريك، لا فرق بين شريك وشريك. لو اعتقدت أن جبريل يعلم الغيب وقعت في الشرك الأكبر، في الكفر. لو اعتقدت أن نبيا أو رسولا يعلم الغيب غير الله وقعت. لو اعتقدت أن وليا فقد وقعت في الكفر والشرك، لأنك صرفت صفة من صفات الله عز وجل. لو اعتقدت أن فاجرا بغض النظر عن من اعتقدت، سجدت لولي وقعت في الشرك الأكبر، سجدت لنبي وقعت في الشرك الأكبر. علة الشرك التشريك، لا فرق بين شريك وشريك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب.